كوزينة ديالي، السلام عليكم ولا صباح الخير ولا مساء الخير على حسب التوقيت اللي كتشوفوا فيه نتوما لا فيديو. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي مزيان؟ الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو، لقيتونا دابا خارجين، غادي نمشيو نجيبو ماما من الايروبور ان شاء الله. الله يجيبها على خير، الله يوصلهم على خير كاملين يا ربي. شوفوا تبارك الله الجو غزال 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 في اكادير. شوفوا شوفوا ما ان شاء الله تبارك الله. شوفوا الشتيوة، الله هاد الشتيوة شحال كنا مشهينا وشحال كان باغيها الخاطر وباغاها الوقت وكلشي. فالحمد لله على تبارك الله ما شاء الله، واحد الشتيوة كتصب غزال. الحمد لله عليها، الحمد لله عليها، اللهم صيبا نافعا والله يعطيها لينا على قد النفع يا ربي يا سيدي ربي. والحمد لله حيت ربي رحمنا بهاد الشتيوة، ما كناش كاع متوقعين. عرفتي ما شاء الله غنقول لكم تشوفوا تبارك الله الشتيوة خيط من السماء. ايوا هنا الغزالات ديالي، ما بقيت صورت لكم حتى شي حاجه الصراحه ملي وصلنا المطار، لان فريمون الشتا كانت تخيط من السماء. ما قدرناش نصوروا برا ونصور لكم ماما ملي وصلات ملي شفتها وكل شيء، لان فريمون جينا كنجريو الطوموبيل وفزقنا فزقنا فزقنا الحمد لله ماشي مشكل. المهم انا رحنا دخلنا للدار، ماما جات وهنايا انا ديجا هادشي اللي صورت راه بديتو قبل ما نمشيو للمطار، قبل ما نمشيو نجيبو ماما بيان سور. راكم عارفين لان هي جات مع ديك جويهل وحده بحال هكا، هنا يعني وقيته ديال الغدا، وحتى راجلي حتى هو كيجي كيتغدى فكيخصو يمشي للدار يمشي للخدمه. سمحوا لي. ايوا المهم هنايا راكم عارفين، هنايا قبضت الحوته ديالي، كندير لها الشرموله، درت شويه ديال التحميره، شويه الكمون، شويه البزار، شويه الثومه بودغ، شويه ديال البصله بودغ، المهم العطريه المغربيه ديال الحوت راه كلشي كيعرف يصاوبها تبارك الله. هنايا زدت شويه ديال المليحه، شويه ديال العطريه ديال الحوت حتى هي، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال القزبر وديال المعدنوس حتى همايا راكم. المهم العطريه ديال الحوت راه باينه، الثومه غادي نحك حتى الثومه. المهم نتوما خليكم مع الفيديو. هنايا غادي نحك واحد شويه ديال واحد جوج ولا ثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه، راكم عارفين الحوت كيبغي الثومه شويه. ضروري واحد العصره ديال الحامض، راكم عارفين الحوت والحامض هادو ما كيتفارقوش كومبو. وزويتها بالديه بيان سور، نخلطوا الشرموله ديالنا كامله. ودابا غادي ندوز غادي نبدا نشرمل الحوته ديالي. المهم شرملوا الحوته ديالكم حتى نتوما مزيان، شرملوها من الداخل من برا. المهم كاين اللي يقدر يصاوب هاد الشرموله بالليل، انا صراحه الحوت كان عندي في كونجيلاتور فما يلا خرجتها بالليل، صبحت لي مع الصباح طلقات. هنايا غادي نفلحها مزيان وندخل فيها الشرموله. يمكن لكم حتى تاخذوا هكا دريسات ديال الثومه، ما الا كانت الحوته شويه كبيره اكبر من هادي تدخلوا فيها دريسات ديال الثومه، في دوك الفلحات كيجيو زوين وكيعطيو مذاق زوين. هنا الغزالة ديالي دزت كنصاوب البطاطا حلوة، هادي بطاطا حلوة اللي في هاد البول، قطعت على داك الشكل. المهم زدت ليها هادي غادي ندخلها للفران، كتجي زوينة بحال بوتيتو. زدت ليها شوية ديال العطرية المكسيكية راه كتبع عند مالي المستلزمات الحلويات والعطارة. درت ليها شوية ديال لاسيبوليت، شوية ديال القزبر حبوب، شوية ديال المليحة وشوية ديال البزيرة، وغادي ندير ليها زويتة حتى هي، زيت رومية ولا زيت البلدية اللي بغيتو نتومايا. غادي نخلطها مزيان وغادي نديرها في اللاطة، نفرش ليها البابي كويسون وندخلها للاطة. الفران كون ديجا سخنتو على قبل، نسخنوه مزيان صافي وندخلوها الفران. ديك الساعة راه كتجي فريمون بنينة ومقرمشة، غير جربوها. انا الطريقة كنديرها البطاطا حلوة وكنديرها حتى البطاطا العادية. وهنايا دزت خديت المقله ديالي، هنايا عندي شامبينيون نوار وشويه ديال البواغو. درت في المقله ديالي شويه ديال الزيت روميه وشويه ديال زيت البلديه باش ما تحرق لياش. هنا غادي نوجدوا الحشوه ديال هذيك الحوته ديالنا، غادي نعمروها، غادي نتسنى واحد شويه يدبل لينا داك البواغو، نزيدو ليه شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال التحميره، داكشي اللي درنا في الحوته غادي نديروه حتى في الشرموله ديالنا. شويه ديال البصله، شويه ديال الثومه بود، هنا درت شويه ديال العطريه ديال البسطيل، هاد الحوت راه كتعطي طيبه رائعه. شويه ديال الثومه بود،
شويه ديال البزار، غادي نخلطوا داكشي كله مزيان. غادي نزيد هنايا شويه ديال الصوجة، حتى هي صلصه الصوجة حتى هي راه كتوات مزيان، اولا صلصه ديال السمك اللي متوفر عندكم. هنا غادي نزيد واحد نص دويمه ديال المهم ماشي كنور، انا غادي نوريكم. انا كنخدم بهادو جاردان بيو، كناخذو من واحد الماغازان ديال لي برودوي بيو. وهنا غادي نزيد واحد نقولوا 100 غرام 150 غرام ديال الكروفيت، وغادي نزيد هنا واحد شويه ديال لاسيبوليت وصوص الصوجة كيف ما قلت لكم ديجا، وغادي نخلط مزيان. انا هنا ديجا الفيرميسيل ديالي كنت درتها في الماء وطلقت راسها وسقطرتها من الماء بيان سور. صافي غادي نزيد شويه ديال القزبر المعدن وشويه ديال لاسيبوليت كيف ما قلت لكم، وغادي نخلط داكشي مزيان وغادي نطفي عليه. يمكن لكم تزيدوا حتى الهريسه الا بغيتوا، حتى هي كتعطي بنه زوينه الصراحه. انا غير حيت ماما ما كتاكلش الحر كيضرها فما درتوش هنايا، مي هو راه كيعطي واحد الطيبه رائعه. المهم انا هنا غادي نقطع ديك المهم نتوما من الاحسن انكم تقطعوا الفيرميسيل ديالكم قبل ما ديروه في لافارس باش يجيكم ساهل في الخدمه. انا هنا نسيت حتى درتو عاد بس كنقطعوا بالمقص. المهم نتوما من الاحسن انكم ديروه قبل ما تقطعوه، زعما كاينه قبل ما ديروه فوق المقله. هنا الحوته ديالي غادي نبدا نعمر فيها. انا الحوته ديالي خليتها حتى جبنا ماما من المطار وداكشي، عاد دخلتها. راكم عارفين الحوت ما كيبغيش طيب بزاف، فما بغيتش نطيبها قبل ما نخرج وعاد نرجع ليها نديرها في الفران، زعما نطيبها ونرجع نسخنها غادي تنشف ليا وما كيبقاش. المهم الحوت الا تفوتوا ليه واحد القياس ديال الطيب راه كيولي ناشف وكيخسر، كتبقى فيه لا بنه لا حتى حاجه. المهم انا خليتها هنا حتى بغيت نتغدى، ودخلتها هكا كاينه 21 دقيقه 25 دقيقه الماكسيموم، راه دغيا دغيا كطيب. زدت ليها انا شويه ديال الفلفله في الوينات وشويه ديال المزيودات من الفوق ضروري. دوك الفلفله زدت معاه واحد شويه ديال سوليس، شويه ديال المطيشه ديال سوليس، صافي. وشويه ديال القزبر منه، شويه ديال العطريه اللي كنديروا في الحوت كامله. هنايا عندي شويه ديال السيكاله بغيت نزين به، غادي نصطي حتى هو في مقيله مع شويه ديال الزبيده شويه ديال التويمه وشويه ديال لاسيبوليت وشويه ديال درت فيه حتى التحميره فومي جا فيه صراحة واحد المذاق زوين. كليكم ديروا فيه حتى الزعتر. المهم نتوما غير كتصوطي واحد شويه فوق المقله، هو راه ديجا كيكون زعما ما كياخذش الوقت بزاف في الطياب. انا ديجا هنا راني كنت كيف ما قلت لكم قبل ما نخرج مع الصباح فقت وجدت قطعت الخضره ديالي وفورتها وكلشي. انا يا خيزو غادي ندير لي شويه ديال العطريه. ايوا الغزالات ديالي هذا هو لو بلا فينال ديالنا صراحه. المهم غير قبلوا على التقديم وصافي، اختكم راه مع الزربه راجلي كان خصو يمشي للخدمه، وماما حتى هي كانت جات صافي خصها تاكل فيها الجوع راكم عارفين. ايوا درت شويه ديال البطاطا حلوه من الجناب اللي دخلت معكم الفران، والحوته ديالي وزوقتها بشويه ديال السيكالا مع المزيودات ديال الفلفله. المهم صراحه ما ديوش على التقديم بزاف، ما اهم حاجه هو ان لو بلا جا رائع بزاف. وهنايا لاصالات ديالي صراحه سمحوا لي ما بقاش لي الوقت بزاف باش نقدم لكم زعما نبارطاجي معكم التقديم وشرمو اللي درت كل حاجه. المهم انا عندي هنا شويه ديال الباربا، راكم عارفين الباربا مع شويه ديال البصيله شويه الكمون الملحه وزويته بلديه خيزو مع الكمون حتى هو، والبطاطا مسلوقه. المهم انا كلشي كنفورو صراحه ما تنسلقش بزاف، البطاطا مفوره كندير معها شويه ديال الحبق وشويه ديال الزويته بلديه كتجي فيها واحد المذاق خطير 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 جدا، وشويه ديال لي زونديف في الجناب. وهادشي اللي كاين، كانت هادي هي الغديوه ديالنا. اللهم اديماني ما وحفظها من الزوال. هاكي بسم الله. شكرا شكرا على واجب. يلا حلي هبطي باش ما نشدكش. فوالا كي جاك زوين بزاف تبارك الله. صح تبارك الله تبارك الله. شكرا. حلي نشوف انا براسي كاع ما شفتو من الداخل. سكوتش زوين زوين تروس زوين بزاف. صحة وراحة. سي بو صح. شكرا. شكرا. في سميتها جبونس.
زوينة ياك هاكي دا الكادو ديال شكرا ولي جابو لك اون بيتي تروس بحال اللي خديت انا بحال اللي عطاوني هادو هما اللي كاينين دابا في ايفوش داك لاكارت قلت لهم انا زبان كبيره وكاين دابا صغير وترخ ولكن سي ميو زوينه اللي تهزلك لي برودوي ديالك وداك الشيء الا كنتي اون فواياج زوينه خاصهم هادوك لي تروس ديالهم زوينين انتي سطرو انتي بارفان بوغ شو سميتو مون روج باردون صورت لورينج مون روج صافي تمي نشوف واش يعجبك زوين سا سون تري بون سي تري ليجي بصح راه لا صحتك وراحتك اختي تستاهلي روايح الجنة شوفي واحد الكادو اخر هاكي هاكي ديما معاك تلبس لدا هاكي هاكي جا كادو طبوزي الاخر خاصها لك ساشي خاصها ساشي وهنا الغزاله ديالي جيت بغيت نبارطاجي معكم هاد لي برودوي اللي كنت خديت دوس لا كوموند ديالي من عند افون كاين شي حاجه ديال افون شي حاجه ديال اوريفلام المهم هاد لو سكراب لي في يدي هنايا ديال اوريفلام صراحه زوينه هاد السكراب عندي معها ذكريات زوينه كنت كناخذو شحال هادي ملي كنت باقي كنقرا باقا في دارنا هاد لي كريم ديال رجلين حتى هما زوينين صراحه ديال افون وبيان سور هاد هذا اللي كنوريكم كحل هذا واحد سبراي كنت كناخذو حتى هو شحال هادي اونتي شوت صراحه هو زوين ملي كديرو في راسك كتحس بديك داك لي في فري داك الانتعاش في الراس المهم زوينين صراحه هاد لي برودوي زوينين اللي كنا كنستعملو حتى لي بري ديالهم راه زوين يعني غيزونابل ابوردابل اي واحد يقدر ياخذهم وهنايا لي جيل دوش بجوج هذا بلوتو هذا ديال الحوائج هذا صراحه اختي اللي نصحتني به قالت لي راه زوين هذا الجيل ديال الحجبان ديال افون حتى هو وهنايا هذا واحد لو واحد الفغا بوبيير بحال هكا كيجي نحاسي زوين صراحه لا كولور ديالو غزاله وهنايا شنو سميتو هنايا واحد الكورميت كنت خديتها من كريستيان لي صراحه هي زوينه عرفتي جايه غزاله واحد لا ريفيير المهم غزاله 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 كتجي رائعه في اليد ولي جاي لدوش حتى همايا شتو لا ريفيير كي دايره المهم صراحه فنه فنه كتجي رائعه شتو لا بريونس ديالها انا صراحه كنت باغا هاد لو موديل هذا كنت باغا وكنقلب عليه من شحال هادي المهم لي جاي لدوش ديال افون بيان سور بلا ما نشكرهم ليكم صراحه زوينين انا وليت كناخذهم غير همايا هذاك لي بواتر مولون ديال دلاحته رائعه ريحته خطيره كتحمق وهذا الشيء اللي كاين غزالات ديالي كنقول لكم لا فيديو قادم